بسم الله الرحمن الرحيم. شابتر 6 من المالتي ميديا. المالتي ميديا هذا الشابتر بيحكي بشكل أساسي عن الجرافيكس. الجرافيكس هي بشكل عام كل شيء مرئي كصور كأنيميشن. ما عم نحكي عن الفيديو، عم نحكي عن الصور وطرقها وأنواعها، وهلا حنحكي فيها بالتفصيل أكثر. لكن عم يقول لك انه في تشالنجز بالنسبه للجرافيك، اللي هي اول شيء اغلب الجرافيك بده تكون اذا كان لارج فايل سايز، ممكن يكون حجم الملف كبير فهذا بسبب اشكاليه. كمان اذا كان ملف كبير فبالتالي في بطء حيكون بالبروسيسنج والداونلود. كمان possible inferior quality from original، اللي هو كمان انه ما بتكون دقتها نفس الدقة المطلوبة من الأصلي أو الشيء اللي موجود بالواقع. الصورة بتكون دقتها أقل دائما من الصورة الواقعية. File Format Compatibility، اللي هو كمان إنه الفورمات في مشكلة بالتوافقية، مو كلهم متوافقين مع كل الاكستنشنز او الملحقات. كمان مو كل كمان في مشكله انه كل الاجهزه تقرا او الاوبريتنج سيستمز تقرا هذا النوع من الملفات. images display different on various monitor and printer. كمان حجم الشاشه ممكن يختلف من جهاز لجهاز، وبالتالي بيختلف حجم الصوره او الجرافيك اللي احنا عم نستخدمه، وكذلك البرينترز نفس الموضوع. هذول challenges نركز عليهم نحفظهم سهلين. التراديشنال جرافيك، الجرافيك التقليدية عم نحكي، عم بحكي لك عن مثال اللي هو الكونتون ايميج. كونتون ايميج حنعطيكم مثال عنا ببساطة. الكونتون ايميج او بيقصدوا فيها هي الجراي سكيل، تحدث عنه الكتاب، اللي هو نفسه موضوع الجراي سكيل، اللي هو صور تستخدم تدرجات الرمادي. إذا هنشوف مثال عن الكونتون إيميج، هذا هو الكونتون. مثال عن الكونتون إيميج أو الكونتون إيميج، عم يحكي لك is an image that is composed of continuous varying shades of colors. في يعني تباين أو مختلف درجات الشيدز، الظلال تقريبا من الكلر. لكن هون عم بيقول لك هون they are called grayscale أو درجات الرمادي. غالبا بتكون تدرجات بين الأسود إلى الأبيض، تكون أبيض وأسود هي الصورة، لكن بتكون بتدرجات معينة، وبتشوف قديش ممكن توصل لدرجة من الدقة، لكن فقط بالأبيض والأسود. كمان في عندك طريقة تانية اللي عم بيحكي فيها كمان بالسلايدات، اللي هو اللاين آرت، واللي هو بهذا الشكل، هو عبارة عن خطوط مشان تمثل الصورة بهذا الشكل. هذا مثال عن اللاين آرت، وهي تستخدم إلى استخدامات، وهذه كلها استخدامات. حنرجع للسلايدات. فعبيل لك اللي هو Composed Continuous Varying Shades of Color. اللاين آرت هو Combination of Lines، يعني مجموعة من الخطوط بتشكل الصورة، فقط تستخدم two colors اللي هنا فقط الأسود أو الأبيض. Black and white image reproduction، اللي هو تمثيل الصور بالأبيض والأسود. An image are made with a series of ink of dots of ink dots، اللي هو تمثيل الصورة بمجموعة نقاط حبرية. وأعطيك مثال هون، لاحظ الصورة إذا كبرناها هي مجموعة نقاط dots جنب بعضها بعمق معين او بقوة معينة او بدرجة كثافة معينة مشان تمثل الصورة. في عنا line screen or line per inch، هي designates the size of the dots and quality of resulting image. يعني عم بيحكي لك على line كم خط بالانش الواحد، واللي هي بتمثل او بتشخص دقة الصورة النهائية. طبعا كل ما زادت، عم بيحكي لك انه كل line per inch
150 لاين بير انش افضل اكيد من 85 لاين بير انش. هلا في عندنا كمان الهاف تون اللي هو فورم ايمج باي كلاسترينج ذا انك دوتس. هي الهاف تونز هي مجموعه النقاط اللي بتشكل الصوره وكلها كلاستر مع بعضها مجمعه مع بعضها بحيث انه تمثل لنا الصوره. عم يحكي هون عن الهاف تون بشكل مفصل اكثر. Concentrating the dots produced darker gray, wider space spacing result a lighter tone. ببساطة عم بيقول لك إنه هي مجموعة الدرجات كمان من الجراي من الرمادي. ليش اسمها half tone؟ لأن only half the original tones are used to print an image. يعني عم بيقول لك انه لما بتيجي تطبعها نص التونز هدول فقط بيستخدموه كبلاك اند وايت بلاك اند وايت عشان يظهر لنا الصوره بشكل نهائي. هون عم نشوف الهاف تون لكن اللاين شيب، وهون في الكروس شيب بتكون عن طريق نقاط. لاحظوا انه بالنهايه في فقط نصف النقاط لانه انطبعت فيها نقاط ظلت بيضاء مشان نوصل للتمثيل النهائي للصوره. كمان نيجي عندنا للكلرد ايمج، تمثيل الصور الملونه. طبعا حكينا من شوي عن البلاك اند وايت ودرجات الجراي، هون عم نحكي عن التراديشنال كلر لكن الملونه. طبعا هو بيستخدم مجموعه من النقاط لكن متكونه من اربع الوان اللي هن الكيان السماوي، الماجنتا اللي هو هذا البيربل فينا نقول او اليالو الاصفر والبلاك. طبعا هدول الكومبينيشن مع بعض اذا اجتمعوا مع بعض ممكن يطلعوا لنا مجموعه يعني ضخمه جدا من الالوان لتمثيل الصوره. Color image on printed surface are formed using اللي هو subtractive أو subtractive process. هذا البروسيس عم بيحكي كيف بتم الطباعة. عم بيحكي إنه الطباعة بتتم عن طريق ال subtractive process. البروسيس هذا هو شارحه كمان في الكتاب، عم بيقول إنه the color well هذا process the light color is created on print surface. يعني الألوان يعني بيتم طباعة الألوان على سطح معين من خلال أول شيء بنشوف light form from an independent source. بدنا نشوف الأول شيء light اللي بتنعكس من الصورة يا أما من sun من الشمس العادي أو من السطح الملحق كضوء الفلوري، هذا الضوء لمبة الفلورنس سبق درسناها بالشاشات من أي سطح يعني بيعكس الضوء بينعكس على السطح المعين. البيجمنتس الأصباغ الصبغات هذول أو الألوان اللي موجودة في الطابعة used to form an image absorb اللي هو الصورة لما تمتص اللون بعد ما يقع عليها الحبر أو الصبغة تمتص الصبغة أو الحبر لتشكل الألوان. في عندك ألوان معينة لتمثيل الضوء الأبيض وتدرجاته طبعا اللي هو بالصورة، باقي الألوان بتمثل الألوان العادية اللي بيشوفها الإنسان. Color image on computer monitor use additive process. طبعا في طريقة تانية غير اللي هو subtractive process اللي هو يستخدم للطباعة، أما ال additive process هو اللي بيستخدم في تمثيل الصور في الشاشات. Varying amount هو ألوان مختلفة من الجرين من الريد جرين اند بلو اللي بنقول RGB. فبالتالي مثل ما شفنا قبل شوي لطباعة الألوان أو لطباعة نستخدم الكيان اليالو الماجنتا اند البلاك، هدول
او الكي كالر او البلاك غالبا. اما بالنسبه لموضوع الشاشات بنستخدم الار جي بي اللي هن ريد جرين اند بلو. جرافيك ارتست كونفرت فروم ار جي بي اديتيف كالر مودلز تو سي ام واي كي. اي واحد بيشتغل جرافيك خاصه مثلا صور بوساطه الفوتوشوب، اذا انت بدك ترسل صفحه معينه او تصميم معين او صوره معينه للطباعه، لازم بتكون انت بتشتغل عليها بشكل اساسي ك ار جي بي، وبعدين بتحولها ل سي ام واي كي وبترسل للمطبعه، تكون كشرايح وكل شريحه بتمثل لون معين، ومشان تقدر المطبعه تنشئ النموذج اللي بدها تطبع عليها وبتطبعها. 2D computer graphic. 2D يعني 2 dimension، بعدين طول بعرض. هو في نوع من نوعين، bit mapped images و vector drawn graphic. هلا احنا عم نحكي كصور عادية 2D ثنائية الأبعاد، ما في بعد ثالث، ما له ثلاثية الأبعاد، يعني ما في تجسيد طبعا، فقط الصور العادية واللي آخر شيء بدي أشوفه على الشاشة أو على ورقة. عم نحكي عن طبعا في لنا في البيت ماب والفيكتور درون. نرجع عم بدور، يعني هذول مرقنا وحكينا عنهم ب بشابترات سابقة، اللي هو البيت ماب والفيكتور درون. نرجع لهون عم بفصل فيهم. البيت ماب جرافيتي هو created as a pattern of discrete elements، يعني مجموعة نقش معين من عدة عناصر. each element is a pixel or picture element، اللي هو بنطلق عليه البكسل. مرقت علينا البكسل. البكسل هو مربع صغير. البكسل بنشوف في هذا المربع، هذا الحجم بالمربع، كم بيت داخله، كم بيتس موجود في داخله، وبالتالي كم باينري كود، لانه مثل ما بنعرف البيتس هي باينري 1 زيروز زيروز وونز. فبالتالي مور بيتس، يعني كل ما زادت البيتس داخل هذا المربع بالبكسل الواحد زادت الدقه، فبالتالي احنا الدقه تقاس بعدد البيتس داخل البكسل. عبيل لك في كمان انواع من البيت ماب ايميجز اللي حكينا عنهم، اللي هن في عنا لاين ارت اللي هو فقط لونين، جراي سكيلز بدرجات الجراي الرمادي، وفي عنا الكلر اللي هو مجموعه الوان. لاين ارت شوف عم يعطيكم مثال هون كمان، اللي هو فقط خطوط وبتمثل لي صوره معينه مثل هيك، بتستخدم للديجرام للتشارتس لل الايكونز البسيطه او الارتس. عبيل لك انه كلير كريسب ايمجز، يعني واضحه ما فيها كثير تدخلات ومشاكل. سمول فايل سايز، طبعا حجم صغير جدا، مثل ما قال بتستخدم بالشارتس الالستريشنز والدايجرامز. معروف شو الدايجرام وشو الشارتس وشو الالستريشنز، يعني الرسومات المبدئيه، يعني الرسومات بس اللي فيها خطوط. ال بيت ماب ايمجز النوع الثاني من هالجراي سكيلز، عادة بتكون 8 بت. ال 8 بت بتعطيني 256 احتمال، طبعا 256 شيد اوف جراي، كلها من تدرجات الرمادي مثل ما احنا شايفين بهالصورة. في لها يعني مزايا، اللي هو انه فينك تعطيك صورة كثير حلوة بالنسبة للابيض والاسود. كأبيض وأسود تكون الصورة كتير حلوة. بتكون أصغر حجم من، لاحظوا أنه ما فقدت دقتها، يعني أنت تقريبا قادر تحس باللون نوعا ما، ظلت صورة حلوة يعني، لكن حجم أصغر بكتير من الملونة، وكمان بتكلف أقل بكتير من الطباعة الملونة. كمان عندنا البيت ماب ايمجز، كمان الكالرد، يعني حكينا عن الجريز، عن اللاين ارت، حكينا عن الجري سكيل، هلا الكالرد. طبعا هو consists of pattern of colored pixels، مجموعه من الكالرد بيكسلز. البيت ديبث، هذا تعريف نركز عليه، the number of bits
number of bits, عدد البيتس used to encode each pixel. عندي البيكسل كل بيكسل معين المربع هذا كم بيت استخدمت لتمثيل هذا المربع. طبعا كل ما زاد عدد البيت زادت عدد الاحتماليات وبالتالي زادت عدد الألوان اللي ممكن تستخدمها وبالتالي زادت دقة الصورة. Photo realistic color requires 24 bits color. مشان أقدر أنا مثل صورة بشيء بألوان منطقية أو الألوان الطبيعية إلى حد ما لازم استخدم 24 بت كالر واللي هو مرقنا عليه هون. هذا أكثر ما يمكن تقريبا تعطي احتمالات اللي ممكن إنه العين البشرية تشوف هاي الألوان. Two methods to create color on computer. في عنا طريقتين لتشكيل الألوان. Identify a table of possible color for computer. في table شوف لكم اياه تقريبا هذا الشكل الكلر تيبل او الكلر لوك اب تيبل، انه مجموعه الالوان او مجموعه البيتس بتمثل لي هذا اللون. مثلا ال110 تمثل البلو بهذه الدرجه، 101 بتمثل الاخضر بهذه الدرجه وهكذا. عم نحكي كمان عن الطريقة الثانية اللي هو specify varying amounts of red, green and blue اللي هو RGB. بأي إذا الباوربوينت موجود فيه هالميزة، مثلا إذا أجيت بدي لون حط لون معين لهذا النص أو قلت له more colors. More colors معناها إنه لاحظ إنه أعطاك الريد درجة الريد ودرجة الجرين ودرجة البلو الـ RGB. فلو حطيت قلت له مثلا اعطيني 10 جرين 10 ريد لساته مثلا حطيت شوية مثلا جرين، لاحظ انه بدأ المؤشر يتحرك، او حركت له هون مثلا لاحظ و10 بلو جمعوا لي هذا اللون طلع لي هذا اللون. طبعا في درجات معينة هيك بالتدرجات، اذا انا بدي اشوف كل ما زادت كمية اللون لل 255 أعلى درجة فهي بتعطيني الأخضر أكثر. كل وشوية يعني لاحظوا إنه أخضر كتير مع شوية ريد مع شوية بلو أعطانا هذا اللون. إذا زودنا البلو أكثر لاحظ بيصير مايل أكثر للزرق وممكن نوصل للسماوي. خلونا نزود شوي كمان الريد وبالتالي كل ما عم يفتح اللون ممكن نوصل لدرجة آخر شيء 255 كلها نوصل للأبيض. فبالتالي إذا كانوا كلهم 255 255 255 255 بيصير أبيض، وإذا كانوا كلهم صفر 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 نوصل للون الأسود. واضح موضوع الـ RGB وكيف تشكيلهم. لسا عم نتحدث عن الميكنج كمبيوتر كلر. طبعا حكينا ال 8 بت بتمثل مجموعة معينة من الألوان. طبعا 8 بت يعني 8 خانات، فبالتالي اللي بتمثلنا مثل ما شفنا ال 000 بتمثلنا اللون بالتاب اللي قبل شوي شفنا اللون الأسود، مثلا ال 101 الأخضر. وهكذا البي سي اند ماك يوز ديفرنت تيبل. جدول الالوان بالويندوز او البي سي تختلف عن الماك. ويب سيف تيبل بروفايد كلر ذات ديسبلاي سيم اون بلاتفورم. يعني مشان الويب إذا استخدمنا كلنا بيستخدموا تابل معين بحيث إنه تنعرض كلها بنفس اللون على كل الأجهزة. يعني إذا صممت صفحة ويب على ويندوز وحطيت لون أحمر، إذا رحت على الماك ما راح يكون لونه أخضر مثلاً، راح يظل نفس اللون لأنه بيستخدموا ويب سيف تابل. هذا يعني مستقل بحيث إنه يعرض الألوان نفسها على كل البلاتفورمز. 24 بيتس زادت
تمام، لكن هو بيتكون من 8 بت من كل وحده. طبعا حكينا ال 8 بت هي تعطي احتمال 255 او احتمال. اما اذا جمعنا ثلاثه الدرجات الريد كلها مع درجات الجرين مع درجات البلو، شفنا الار جي بي كلر اللي ممكن يعطينا عدد هائل من الالوان اللي بيقدر يشوفها العين البشريه، واللي هو 16 مليون فاصل 7. 48 بت كلر has 16 بت فاليو، طبعا يعني رقم ضخم جدا، 281 تريليون، يعني حتى العين البشرية ما بتقدر تشوف كل هالألوان. عم نرجع نحكي عن موضوع حكينا فيه مسبقا اللي هو الايمج كواليتي ديبند اون سبيشال ريزولوشن اند كلر ريزولوشن. السبيشال ريزولوشن اللي هو الدقه المكانيه حكينا، اللي هو density كثافه البكسل بير انش، هي انش معين كم بكسل بداخله، تمام. هذا هو السبيشال كلر السبيشال ريزولوشن. الكلر ريزولوشن هو كم لون بالبكسل بيقدر يعرض لي، كم ممكن كم لون في بكسل واحد ممكن نعرض. فبالتالي كل ما زادت عدد الالوان كل ما زادت الدقة. إذا اجتمعوا هدول الاثنين مع بعض مثلوا لي دقة الصورة. كيف بنقيس السبيشال هذا الريزولوشن، كيف بنقيسه؟ اللي هو بالبي بي اي اللي هو بيكسل بير انش، إذا هي بالنسبة للشاشات. فمشان هيك بتشوف شاشات بيحكوا لك بالبي بي اي. وفي عنا الدي بي اي اللي هو دوتس بير انش، واللي هي بتنقاس في الطابعات، اللي هو الدوت نقطة بكل انش، قديش تقدر الطابعة تحط كم نقطة بكل انش. نركز على هدول الاثنين والفرق بينهم. البي بي اي هي بيكسل، كم بيكسل بالانش الواحد بتستخدم للشاشات. والدي بي اي هي كم نقطة بالبيكسل الواحد او بالانش الواحد بتستخدم للطابعات. طبعا عم نحكي لك انه الهاي لو وشو الفرق بينهم. طبعا الهاي اكيد بيكون في ديتيلز اكثر، البكسلز تكون اصغر داخل الانش الواحد. لنفرض انه هذا الانش بيكون فيه مثلا 200 بكسل او 300 بكسل مثلا، وتكون اقرب من بعضها وبالتالي تمثيل الوان اكثر. طبعا تكون دقتها اعلى لكن يكون حجمها اكبر. اللو كل ما قلت الدقه بيكون عدد البكسلز اقل، لكن بتكون حجمها اصغر. لكن يعني انت هون بتحدد، هل انت محتاج دقة اعلى فبالتالي حجم ملفاتك حيكون اكبر. اذا كان الدقة اقل ممكن تكون حجم الملف اقل، وبالتالي هذا له ايجابيات وهذا له، كل واحد له ايجابياته وسلبياته. عم نحكي عن الـ devices dependency. dimensions on an image depend on the resolution of output device. dimensions أبعاد الصورة تعتمد على شو الـ output device اللي أنا بدي استخدمه، هل هو للشاشة أو هل هو فقط للطابعة. الـ monitors have low spatial resolution، فيها الدقة المكانية تبعها اقل، يعني بكون فيها مثلا 72 بي بي اي بيكسل بير انش، او 96 للبي سي بيكسل بير انش. البرنتر لا هاف هاير، ممكن توصل لل 2400 دوت بير انش، لانه بتتطلب نقاط اكثر في الطباعه. كمان البيت ماب ايمجز اللي هو الصور اللي على هيئه بيت ماب بتتمثل، ممكن تمثلها ب 300 بي بي اي ايمج برينتر، اوريجينال سايز اون 300 دي بي اي برينتر. يعني اذا كان عندي دقه الصوره 300 بي بي اي فهي حتنطبع ب 300 دي بي اي برينتر، وهكذا. سيم ايمج از جريتلي انلارج اون 720 او 72 عفوا بي بي اي مونيتور. مثل ما شفنا انه اذا كانت الدقة اعلى، اذا كانت 300 بي بي اي فهو حيمثلها في 300 دي بي اي في البرينتر.
واضح صار الفرق بين البي بي اي والدي بي اي. الكالر ريزولوشن طبعا حكينا بالبيت ديبث، وهي اللي بتحدد دقة الكالر. الكالر ديبث معناها عمق الكالر او درجة تركيز الكالر. بناء على شو انا بدي اعمل البيت ديبث؟ على اي اساس بدي اختار؟ عم بيقول لك simple color images do not require many colors. في عندي بعض الصور ما بدها دقة عالية وما بدها يعني عدد الوان كبير، اما في عندي صور لا معقده ومحتاجه دقه عاليه، فبتحتاج ملايين من الالوان مشان احقق انا هاي بيت ديبث لتحقيق افضل كواليتي بالملفات الكبيره. اذا كان عندي اللو كلر ريزولوشن، اذا كان عندي لو كلر يعني دقه الالوان كانت منخفضه، راح يؤدي لي لشيء اللي هو الكوانتايزيشن او الكلر بايندينج، اللي هو هذا لاحظ الفرق او الايدجز اللي بتشوفها بين الالوان. طبعا الكوانتايزيشن leads to breaks in shade of continuous tone images، يعني بنلاحظ انه في تكسير بالالوان في الالوان المستمره، بينما هاي لا بنلاحظ ما فيها تكسير، اللون سموث هيك ماشي بتدرج كامل لانه استخدامات الالوان دقتها اعلى، بينما هون دقتها اقل، فبالتالي بنشوف هذا التكسير في الصوره. ريسامبلينج بت ايمجز انه انا بدي اعيد تمثيلها او اعمل لها سامبل معين لصوره وصير اطبعها اكثر من مره واستخدمها اكثر من مره. هو process of increase or decrease the number of samples described in file. حكينا عن السامبل انه احنا بناخذ مثال معين او نموذج معين من الصوره وبنعمل له تمثيل كبيتس. في الشاشه او في الطباعه. often need to control special resolution of bitmapped images. بيرجع كمان انه عامل لك انه احنا بنستخدم 72 بي بي اي للويب و300 للطباعه، هذا تقريبا يعني هذا الشائع، لكن مو هذا دائما التمثيل يعني الدائم للصور. في اب سامبلينج وفي داون سامبلينج. اللي هو الاب سامبلينج هو ادينج سامبلز تو ذا فايل، بتزيد السامبلز اللي موجوده وبالتالي بتزيد الدقه. اما هون ريديوسينج ذا سامبل اوف ذا ايمج، بتخفف السامبلز اللي موجوده في الايمج وبالتالي بتخف الدقه. الاب سامبلينج هو عم بيقول لك يوز تو انلارج ذا فيزيكال دايمنشن اوف ان ايمج اون ا جيفن ديفايس. هلا عندي الاب سامبلينج، عندي الايمج الاساسي مثلا حجمها ابعادها مثلا 2 انش ب 2 انش على سبيل المثال، اذا انا حابب كبر الصوره مثل ما لكم شايفين هون كانت 2 انش ب 2 انش واعملها مثلا 3 ب 3، بده يكبر الصوره، فبالتالي عدد البكسل اللي بالصوره بدها تزيد، زادت بشكل اكبر. هلا ممكن احنا نفقد بعض الدقه، لكن هو هذا الريسامبلينج، فبالتالي بيعيد تمثيل هاي البيانات السامبلز اللي موجوده في الصوره لتكبير حجمها. شوف عم بيقول لك انه السوفت وير كرييتس اديشنال بيكسلز فور ايمج، بيضيف عدد البيكسلز على الايمج باستخدام شويه الجوريزمز مشان تقدر تعمل كرييت مره ثانيه للصور. كان significantly degrade the original image، اللي هو ممكن انه انا اكبر حجم الصوره بشكل اساسي، وهي الميزه موجوده بكثير من الصور اللي هو تكبير او تصغير الصوره. وبالتالي في الجوريزمز معينه بتروح بتنشئ بيكسلز اضافيه لتمثيل الصوره، مثل الفوتوشوب فيه هالميزه. الداون سامبلينج هو reduce the pixel of the file. can produce smaller images that maintain good quality. انه انا بصغر حجم الصوره او مقاسها بحيث انه انا تخف او تقل دقتها وبالتالي الحجمها، ولكن بالحفاظ على الكواليتي المطلوب. The best practice captured the highest possible spatial resolution when possible and downsample
as needed for the various use of image. عم يقول لك انه افضل طريقه او الخيار الافضل للعمل على هذا الموضوع انك انت بتاخذ الصوره بافضل دقه وبعدين ممكن تصغرها تعملها داون سامبل بناء على احتياجك. فبالتالي انت بتحتفظ بالصوره الاساسيه وبالدقه عاليه، واذا بدك اياها مثلا للويب ممكن تعملها داون سامبلينج بحيث انك انت ما بتعملها صغيره وبعدين بتكبرها، لا بتكون اول شيء بتحصل على الدقه المناسبه وبعدين بتصغر بحسب احتياجك. في عنا ريسايز ويزاوت ريسامبلينج، يعني فينك تغير حجم هذا بدون ريسامبلينج، اللي هو ابيت ماب ايمج كان بي ريسايز ويزاوت ريسامبلينج، فقط بتغير الابعاد مع الحفاظ على الدقه الحاليه. Enlarging a printout may produce acceptable results. يعني إذا أنت عندك صورة معينة وقلت له اطبع لي إياها على حجم أكبر ممكن إلى حد ما تحافظ على دقة معينة، لكن إلى حد ما، لأنه إذا كبرتها إلى حد كبير ممكن تفقد الدقة. اللي هو enlargement will destroy the image، يعني اذا كان انت كبرتها بحجم كتير كبير راح يدمر الصوره وحتصير دقتها طبعا غير يعني غير جيده، وبالتالي بتفقد الصوره، واخر شيء حتشوف blocks، حتشوف البيكسلز هاي اللي مكونه، اذا كبرتها كتير حتشوف الصوره تحولت لمربعات. طبعا reducing image size without resembling can produce high quality printouts. يعني اذا انت طبعا التكبير بدون resembling اكيد حيدمر دقه الصوره، لكن التصغير ممكن انك انت تحصل على صوره صغيره اذا كانت هي بالاساس كبيره وطبعت على صوره صغيره، يعني بتكون الدقه تبعها بالطباعه افضل. Resize without resampling، يعني شايف هي اساسا الدقه ما لها، يعني هي الصوره دقتها مو كثير عاليه. ليش؟ لانه صار في لها تكبير بدون resampling، ولاحظ انه صار في قادرين نشوف المربعات والتكسير اللي موجود في الصوره، هذا بسبب التكبير الصوره بدون resampling. هلا حتى resampling مو دائما الالجوريثم بيعطيك انك انت ممكن تكبر الصوره بحجم كثير ضخم. الريسامبلينج بيعمل لك بيضيف السامبلز اللي موجوده، ممكن يحافظ على مقدار معين من الدقه، لكن ما فينك والله انه صوره تكون اساسا حجمها مثلا 15 او ابعادها 15 ب 15 مثلا سنتي تكبرها الى 150 متر، طبعا لا هذا الشيء غير ممكن، يعني لانه مهما كان الريسامبلينج الجوريزم اللي مستخدم في نسبه من الدقه حتروح. فعم نحكي هون انه فقط بتكبر وبتصغر حجم الصوره او ابعاد الصوره بدون اي تغيير بال يعني الريسامبلينج. without resampling has no effect on monitor display of image، يعني ما راح يتغير، ما راح تشوف شيء انه بالمونيتور، لكن ممكن تتغير في الطباعه. لاحظ هون عم بيقول لك pixel dimensions on image mean the same in both dialog، يعني لاحظ انه هون الحجم البكسل ظل نفسه، صح تغير السايز هون كان 2 انش وصارت هون 5 انش، لكن حجم البكسل ظل نفسه، فبالتالي البكسل اذا ظل نفسه حجمه وابعاده ولما كبر الصوره وصغرها هون حيكون في اختلاف بالدقه. ولاحظ انه قال لك انه بدون resample، يعني بدون إعادة بناء السامبلز اللي موجودة، فبالتالي ممكن تفقد الدقة إذا كبرناها. الكلر اندكسينج، الاندكسينج بيقصد فيه هو بروسيس معين لما يكون عندي الألوان دقتها منخفضة في صورة معينة، فإحنا في عندنا طريقتين، أو الاندكسينج هو الطريقة ل تحسين الصورة أو تحسين ألوان الصورة، وفي عدة طرق، ذاكر منهم الأدابتيف والبرسيبتشوال، وفي عدة طرق أخرى مثل ويب بيز إندكسينج. الأدابتيف إندكسينج بيروح بيشوف مثلا هذا البكسل محتوي على كثير مثلا من تدرجات اللون الأخضر، بيقوم بيعزز
اللون الاخضر. البيرسبتشوال هو بيروح بشوف اللون الاكثر حساسيه للعين، وعلى اساسه كمان بيعدل الاندكس تبع اللون او ظهور اللون. كمان في عندنا طريقه ثانيه اللي هو الديثرينج. الديثرينج هو بروسيس بدمج عده بيكسلز مع بعض من عده الوان مختلفه لتمثيل لون ما كان موجود اساسا. بيحكي انه هي بيزد اون، تعتمد على حقيقه انه العين will receive a grouping of small areas of different colors as a blend of those colors. العين هي اساسا بتعمل هاي العمليه، تروح بتجمع اكثر من يعني بتجمع اكثر من بيكسل بلون معين بالوان مختلفه، وبتمثل لون معين، بتطلع لون ما له موجود. واعطاك مثال انه هو تدرجات الجراي، يعني هي درجات من الابيض والاسود بدرجات معينه، واخر شيء بتشكلنا مع بعضها صوره معينه او شكل. طبعا عامل لك هي improves image quality without increasing bit depth. هذا مزاياها. يعني البينت بروجرامز اللي هي برامج مختصة لإنشاء الصور أو إنشاء الصور من نوع البيت مابس، مثل الفوتوشوب والبينت الرسام اللي موجود بالويندوز. الديجيتال كاميراز معروفة، number of pixels sampled by camera، مجموعة من البكسلات بتتمثل بالكاميرا. طبعا بتقاس في الميجا بكسل، مثل ما عم نشوف هلا كاميرات 20 ميجا و 30 ميجا، ب 20 ميجا بكسل وصلت و 12 ميجا بكسل الى اخره. من وين بنجيب البيت ماب؟ صور البيت مابس ممكن يكون كابتشر اكزيستنج اوريجينال ارت ايمج من السكانر مثلا، غير الكاميرات. ممكن احنا مثل ما حكينا ننشأها ببرامج مثل الفوتوشوب، ممكن بالديجيتال كاميرا، ممكن عن طريق السكانر، ممكن عن طريق الكليب ارتس اللي هي في منها لايسنس وفي منها فري. الكليب ارتس هي مجموعه من الصور مثل ما كنا نشوف الكليب ارتس اللي موجوده بالفوتوشوب، ممكن نستخدمها ومع بعض ونساويها كبيت مابس ايمج. في سكرين جراب اللي هو سيف ايمج اون مونيتور تو بيت ماب فايل، يعني ممكن انت تعمل سكرين شوت للصوره. سبيشال ريزولوشن از جنرالي لو، ممكن انت تطبع الشيء اللي موجود على الشاشه، يعني اذا هاي الشاشه عملنا لها برنت سكرين صارت الصوره عندي بمحتويات الشاشه بالكامل. عامل لك بالغالب الدقه تبعها بتكون منخفضه، يعني هذا بيعتمد على النظام التشغيل اللي انت عم تستخدمه. هاي بيحكي لنا انه الكومون جرافيك فايل فورمات، طبعا حكينا في اللوزي واللوزلس جاب الاختبار يمكن كمان بالميد تيرم. في عندنا الفايل اكستنشن اللي بتستخدمها الكمبيوترات، مثل عندنا الجي بي جي، الجي اي اف، البي ان جي، البي ام بي، وهدول اشهرهم، او البي اي سي تي البيكتشر. هلا نيجي للفيكتور درون جرافيك، هي غير البيت مابس. الفيكتور هو align with length, curvature and direction. الفيكتور هو المنحنى، هو يعني خط طول معين بمنحنيات معينة باتجاه معين، هذا هو المنحنى. الفيكتور جرافيك image created from mathematical definite shape، يعني هي مجموعة من الفيكتورز مع بعض بناء على معادلات معينة رياضية بتشكلنا شكل معين. Draw program software used to create vector images، يعني في عنا برامج للرسم لإنشاء هذا النوع من الصور، مثل الالستريتر. في برنامج مثل الفوتوشوب لكن من نوع الالستريتر لإنشاء مثلا الصور اللي من نوع الفيكتور. الفيكتور هي مو دوتس، مو نقاط لونية، هي عبارة عن منحنيات أو كلها خطوط ممثلة بمعادلات رياضية لتمثيل الصورة.
Draw graphic use tools that resemble those of draftsman. شو معناها هذا الكلام؟ بيقصد فيه انه في عنا الدرافتسمان، هذول الرسامين اللي بيرسموا الاشكال بفيكتور درون جرافس او جرافيكس، بيستخدموا ثلاث اشياء اساسيه اللي هو الفيكست شيبس، اشكال بتكون موجوده بالسيستم جاهزه مثل مربع جاهز، دائره، نجمه مثلا معينه، هذول الاشكال بتكون جاهزه موجوده بالسيستم. في عن البيجر كيرز، هذا مصطلح رياضي، يعني هي منحنيات بيجر، هي منحنيات مثل هيك، المنحنى العادي بناء على معادلة رياضية معينة. في عن البن، ممكن يعطوك القلم عشان انت تكتب او ترسم شيء معين بالطريقة اللي بدك اياها. Objects are laid on each other and grouped to form complex image، يعني انت ممكن ترسم مجموعة خطوط مع بعضها وأشكال مع بعضها وباستخدام مثلا شوية الألم معهم، مثلا ممكن تشكل أشكال معينة أو أشكال ممكن تكون معقدة. Grouping joins individual shapes أو ungrouping restore image to separate shapes، يعني ممكن أنك أنت لاحظين أنه هاي مجموعة من الأشكال كيرفز ومربعات معينة، إذا جمعناها مع بعض ممكن تطلع عنا صورة معينة، أو ممكن بالعكس في عندك صورة وممكن تشيل منها بعض الأشياء أو بعض المنحنيات أو بعض الأشكال لتشكل لك شكل آخر أو صورة أخرى. رجع على device independency. Vector graph can be used with different device without altering the image without altering the image dimension. الموضوع هنا عندنا مختلف عن البيت مابس. الفيكتورز بما أنها معادلات رياضية وأشكال هندسية، وين ما حطيتها على اي جهاز راح تكون تقريبا نفسها بدون اي اختلاف. Printers and monitors preserve the original dimension of the image، يعني هي لانه بما انها معادله رياضيه وابعاد فراح تتشكل باي شاشه وباي طباعات راح تكون تقريبا نفس النتيجه او بنفس الشكل وبنفس الابعاد. Vectors to bitmaps، يعني عندك البيت مابس، عندك او صوره من شكل فيكتور وتحولها ل بيت ماب، وبعدين ممكن ترجع بالعكس ترجعها. هلا هو بشكل عام المصممين ممكن يبداوا بالتصميم بالفيكتور، يرسموا الخطوط الاساسيه وبعدين يحولوها لبيت ماب ويبدوا بالالوان ويرسموها بشكل تفصيلي ودقة أكثر. في عنا الأوتو تريسينج سوفت وير أناليسيس بيت مابد إيميجز فور شيبس أند كونفيرتس ذا إيميج تو فيكتور جرافيك. فإذا هذا هو البروسيس، بنقول له الأوتو تريسينج بيمسك الصفحة أو بيمسك الصورة عفوا وبيحولها من بيت ماب إلى فيكتور إيميج، هذا هو الأوتو تريسينج. أما Rasterizing اللي هو sample the vector image and save it into bitmap. فال process الأول auto tracing بيحول من bitmap ل auto trace، لعفوا ل vector بال auto tracing، وال rasterizing اللي هو بالعكس. Vector graphic display on the screen can be screen grabbed and saved as bitmap graphics. يعني ال vector graphics اللي موجودة على السكرين ممكن انت تعمل سكرين شوت وتحفظها ببساطة كبيت ماب جراف، يعني ما بدها كتير بروسيس، خلاص مجرد ما حتى الاشكال هاي او البرامج اللي بتستخدم الجراف ممكن ببساطة بتقول له ريسترايز وخلاص بيحفظ لك اياها كبيت ماب. والفوتوشوب فيه هاي الميزة على سبيل المثال. عم نحكي هون عن الفيكتور جرافيك فايل فورمات، ببساطة عم بيقول لك انه الناتيف فورمات الشكل الاساسي، الفورمات الاساسي بيعتمد على البرنامج اللي انت عم تستخدمه. على سبيل المثال اذا عم تعمل مثلا شكل هندسي بالالستريتر مثلا، فبتكون مثلا لاحقتها اي اي مثلا على سبيل المثال، اوكي، او مثلا ممكن انك انت لا تحولها وتستخدمها بشيء يتناسب مع مثلا اغلب البرامج، لانه مثلا الاي مو كل الناس عندها الالستريتر او البرنامج اللي انت اشتغلت عليه، وهذا الملف ما بيفتح الا على البرنامج اللي انت اشتغلت عليه.
فبالتالي بتحولها لمثلا اي بي اس او بي دي اف مثلا الى صفحه بي دي اف، وكل الناس ممكن تفتحها وتشوفه. كمان الميتا فايلز اللي هو زي اف جي اللي هو سكيلبل فيكتور فورمات، كمان نوع من الفايلات او اللواحق مثل بي دي اف سي اف جي، لكن بيحتوي على معلومات مختلفه نوعا ما. هلا هون في مقارنة بين البيت مابس والفيكتور ايمجز، وهي اجتنا بالواجب مرت علينا يعني، بالنسبة بظن واضحة يعني. كمان مزايا او سلبيات كمان كل وحدة يعني، فيكن طبعا ضروري نرجع نحفظهم، ما بعرف ليش متكررينهم بس ضروري نرجع نحفظهم. بنيجي على 3D كمبيوتر، ثلاثية الابعاد، الاشياء ثلاثية الابعاد اللي فيها غير الطول والعرض، ممكن يكون في بعد الثالث اللي هو العمق. produce an illusion of depth اللي هو مثل بتوهمك انه في عمق، لاحظ انه في حاس انت بعمق لهذا الشكل. on flat surface هي سطح عادي لكن بيحسسك بوجود العمق بطريقة معينة. ال 3D graphs computer become a virtual printer in creative process، يعني فينك تبدع وتعمل الأشكال اللي بدك إياها وتظهرها على الشاشة، على شاشة الكمبيوتر. four interconnected steps to create 3D، ثلاث أشياء أساسية بدك تعملها لإنشاء شكل ثلاثي الأبعاد، اللي هو الموديلينج الشكل العام، السيرفيس ديفينيشن، والسينس كومبوزيشن، والريندرينج، وهلا حنحكي عليهم بالتفصيل. الموديلينج اللي هو البروسيس اوف سبيسيفاينج ذا شيب اوف 3D، انت بالنهايه بشكل عام شو الشكل اللي حتعمله، شو المخرج اللي انت حتساوي. تو ميجر ابروتشز فور موديلينج، عندنا الموديلينج بياخذ في شكلين اساسيين الون، اللي هو الكومباين كيوبس كونز سلندرز اند اذر 3D شيبس سبلايد وذ جرافيك بروجرامز موديلينج وذ بيرميتيف. قصده ببساطة انك انت تجيب لما تعمل 3D على برنامج 3D مثل 3D Max على سبيل المثال، بينشئ اشكال 3D، في خليك بيعطيك ميزة انك انت تعمل اشكال 3D. ف فانت بتستخدمه، بيعطيك مكعبات، بيعطيك اسطوانات، بيعطيك اشكال جاهزة، فانت بتجمعهم مع بعض، هدول بتستخدمهم الى وبتنشئ منهم شكل معين، او من خلال البيرميتيفز اللي اشكال الاساسيه او البدائيه اللي موجوده فيه. او يوز مودولار تو كرييت شيبس دايركتلي، يعني المودولار او البرنامج اللي انت عم تشتغل عليه فيه مودولار، وفينك ترسم بشكل معين بالمودولار اللي موجود بهذا البرنامج لتنشئ شكل معين، ترسم رسمه معينه، ترسم مثلا جوال بابعاده المعينه. هدول التو ابروتشز كمان نركز عليهم، واحد باستخدام البيرميتيف شيبس اللي موجوده، المكعبات والاسطوانات اللي موجوده في السوفت وير بالبرنامج، والطريقه الثانيه لا، الموديولر بشتغل وبرسم فيه الشكل اللي بدي اياه مباشره. Modeling with permitives use basic shapes to create complex 3D images. طبعا هذا بيعتمد على المهارة والفن تبع الرسام. لاحظوا سوى الاسطوانة، استخدم اسطوانة معينة وشال وضاف إلها مثلا دائرة وطلعت بهذا الشكل، أو شال نصها مثلا وطلعت بهذا الشكل، هذا هو البيرميتيف شيبس أو البريميتيف شيبس، الأشكال الأساسية اللي موجودة بتشكيل معين بوصل لها أشكال اللي بدي إياها بال 3D. Objects that can be changed by specifying parameters such as radius، ممكن تغير مثلا الطول، العمق، المحيط، المساحة، هذول كلهم بيتغيروا هاي الأشكال، وكلها بتعتمد على المعادلات كمان الرياضية. Primitives can be scaled, rotated, moved and combined، يعني الشكل هذا البرنامج اللي عم تشتغل عليه لإنشاء ال 3D بيعطيك ميزة إنك أنت تدوره يمين ويسار، ترفعه وتصغره وتكبره، يعني يعطيك هاي المزايا. constructive او constructive solid geometric CG او CFG، عبين لك انه هو primitives are joint، primitives هذول او primitives هذول
الاشكال الاساسيه هذول موجودين مع بعض، حطيناهم مع بعض او سبسكرايبتد سبسكرايب سبسكرايبتد سبستراكتد فروم او طرحت من اور انترسكتد يعني تداخلت مع بعضها with using boolean operation. البوليان اوبريشن هي ال yes or no او nor او الاور، يمكن مرت عليكم اللي يقول البوليان اوبريشن اللي هو اور اند. هذول الاوبريشنز يعني اذا كان عندي مثلا اذا قلنا له الشكل هذا اند الشكل هذا يصور يشكلنا هذا الشكل، أو اذا كان عندي هذا الشكل اور او هذا الشكل بيطلع عنا مثلا هذا الشكل، هاي هي البوليان اوبريشن. هذا هو تعريف ال constructive solid geometry أو geometry اللي هو CSG. الأشكال الأساسية primitives joint أو يعني شايف دويرة مع أسطوانة أو subscribe إذا طرحنا دائرة معينة من أسطوانة، تمام، أو intersected أو تداخلت بين فيما بعضها، دخلت أكثر مثلا حطينا الدائرة مثلا أو الكرة بالداخل هيك جوا، يعني طلع عنا اشكال معينه بحسب البوليان اوبريشن. بدا انه هو ما عقد اكثر من هيك ولا هو الموضوع كبير هذا تبع السي اس جي، بس هو مو يعني مو متعمق اكثر من هيك الموضوع، فاحنا نكتفي بالشيء اللي هو معرفه وانه فهمناه شو هو. طبعا عم نحكي عن الموديلينج، طبعا حكينا عن انه لانشاء صفحه او شكل 3D اول عمليه هي الموديلينج، واحنا لساتنا عم نحكي بالموديلينج. الموديلينج كمان فيه اربع فور تكنيكس فور موديلينج. عم نحكي عن ست انواع او اربع انواع: البوليجون، سبلاين، الميتابول والفورمولا موديلينج. راح ندخل عنهم بالتفصيل هدول ونشوف نحكي شو حاكين فيهم بالكتاب. البوليجون موديلينج هو عبيل لك انه طريقة من الموديلينج اللي بتستخدم بشكل اساسي triangles or quadrilaterals اللي هو الاشكال الثلاثية والرباعية. كلمة صعبة، ما صعبة جدا اللي انا هي quadrilaterals anyhow. فهو باستخدام الاشكال الهندسية سواء ثلاثية او رباعية لتشكيل الشكل الثلاثي الابعاد مثل هذا الشكل. لاحظوا نستخدم عدة اشكال هندسية مع بعضها وحصل على مع تدرجات لونية وحصل على الشكل الثلاثي الابعاد. في عندنا السبلينج او سبلاين موديلينج از ا كيرف بيز، يعني هو رسم منحنيات مثل اللي هو موجود بال 2D فيكتور مثل اللي مر علينا بالفيكتور، لكن هو هون نستخدم فيه السبلين موديل اللي هو بيستخدم فيه الثلاثي الابعاد. في عندنا الميتابول موديلينج اللي هو كرييت اوبجكتس از ان كومباينيشن اوف اليمنت كولد بلوبس، يعني هو مجموعه عناصر بدول البلوبس. البلوبس هذول اشكال مسبقا موجوده مثل السلندر مثلا، الاسطوانات او مثل المكعبات موجوده اساسا. هذول البلوبس مع بعضهم انا بجمعهم وبشكلهم مع بعض، بصير عندي الميتابول موديلينج. في عندنا الفورمولا موديلينج. الفورمولا موديلينج هذا بيعتمد بشكل اساسي على معادلات رياضيه فقط، اذا انت بتعطيها معادلات رياضيه بيطلع لك اشكال مثل هالاشكال هذول، لانه كلها مبنيه على معادلات رياضيه. طبعا المودلرز هاف ابيليتي تو اكستشر او عفوا اكسترود وليت. الاكسترود اللي هو اكستند 2D شيبس ثرو سبيس تو كرييت 3D اوبجكت. الاكسترود انه بيكون عندك 2D شيب شكل ثنائي الابعاد ما له ثلاثي، وبيقوم بالموديلر ممكن يخلي لك يا ثلاثي الابعاد بشكل معين بيظهر لك يا كثلاثي الابعاد. الليث اللي هو انت عندك شكل ثنائي الابعاد وبتاخذ محور معين، اذا حددت له محور معين فينك تعمل له تدوير يمين ويسار بحسب اتجاه عقارب الساعه او عكس عقارب الساعه على هذا المحور، وممكن بهذا التدوير تحركه على محور معين كمان بيتحول الى
شكل ثلاثي الابعاد، يعني بعد ما يحول لك اياه الى ثلاثي الابعاد فينك انت تحركه يمين ويسار. اقرب مثال انت هذا المربع مثلا اللي ظاهر عندك هون، لو لفيناه شوي هيك ممكن تشوفه انه انت ظاهر منه صار كمكعب، يعني شفت الجانب الخلفي منه او الجانب الجانبي. الموديلار فينه يعطيك هاي الميزة، يعني انك انت ترسم مربع وممكن تاخده على اليمين وعلى اليسار وتلفه ليث على محور معين، يعني تلفه بهذا الشكل او تدوره بهذا الشكل. عم نحكي عن انواع الموديلينج هلا هون بالتفصيل. تقريبا يعني هن هدول محتوى شو اسمه الشابتر. وبيضل عندنا الريندرينج. اول مثال البوليجون اللي حكى عنه بالتفصيل اللي هو اوبجكتيف ديفايند از ا باترن اوف ستريت ايدجد بوليجونز. البوليجون شو هو؟ ما بنعرف الشكل الهندسي، اي شكل هندسي سواء مثلث مربع معين خماسي سداسي اي شكل هندسي هذا هو البوليجون. فبالتالي انا البوليجون موديلينج هو باستخدام رسومات ثلاثيه الابعاد باستخدام الاشكال الهندسيه. احنا اذا بنحط ثلاث مربعات مع بعض مثلا بشكل معين ممكن نحصل على مكعب، او ممكن اذا حطينا مربعين ورا بعض وفصلناهم بخطوط مستقيمه بنحصل على مكعب. هذا هو البوليجون موديلينج. هو similar to bitmap graphics in that the objects is defined by any fixed number of elements. يعني في النهاية مثل البيكسلز، في عندنا بالبيكسل بالبيتماب هي متكونة من عدد من البيكسلز، ال 3D متكونة من عدد من البوليجونز أو الأشكال الهندسية. هلا شو الادفانتجز تبعها؟ هي هاي كواليتي ورياليستيك سيرفيس واند بريسايز ايدجينج كنترول او ايديتنج كنترول. يعني بنام هي اشكال هندسيه فهي بتعطيني دقه عاليه ورياليستيك سيرفيس يعتمد عليها كسطح ممكن انك تكون مثلا واقعي نوعا ما او يعطيك ممكن محاكاه معينه بالصور. And precise editing control، يعني انا فيني اعمل له edit polygon by polygon، يعني مثل ما كنا بالصوره نعمل edit للبيكسل باي بيكسل هون فيني اعمل له edit لكثير بدقه عاليه، وبتستخدم بالاشكال اللي انا بدي فيها دقه عاليه وكثير قريبه من الواقع. لكن مشكلتها مثل ما حكينا نفس البيت ماب هو large file size، حجمها كبير ملفاتها. وبنفس الوقت اذا انا بدي سكيلينج ما فيني، اذا انا عندي الصوره منها او الشكل منه من 3D مو بالسهوله بتتكبر وبتصغر بنعمل لها سكيلينج. السبلاين موديلينج يوز ا كيرف تو كرييت اوبجكتس، يعني هي بيستخدم المنحنيات الهندسيه لرسم ال 3D اوبجكت. هلا اذا لاحظنا اول واحد البوليجون هو شبيه بالبيت ماب، الثاني شبيه بالفيكتور. اذا بتذكروا الفيكتور اللي الفيكتور 2 دي فيكتور جرافيك هو نفسه السبلاين موديلينج لكن هذا بشكل 3D. ال NURB او NURB اللي هو approach defines an image using mathematical formulas that can be adjusted to vary size and shapes. يعني هو approach مبدأ defines an image using mathematical formulas، صورة باستخدام المعادلات الهندسية أو المعادلات الرياضية، وممكن تتعدل هاي المعادلة كل ما عدلناه بيطلع لنا شكل مختلف أو أشكال مختلفة من هاي المعادلات الرياضية لرسم المنحنيات. smaller file size طبعا أصغر حجمه ملف كتير، والسكيل اسهل كمان فليكسبل اوبجكت ممكن اكبره كثير واصغره ببساطه اللي هو النرد. بس طبعا ما فيني اعمل له اديت بسهوله، ما فيني اعمل مثل يعني ما فيني اعمل تعديل على شيء صغير معين او نقطه معينه فيه كاديت. نفس الفرق تقريبا بين البيت ماب والفيكتور. الميتابولز اللي هي create object as a combination of elements of called blobs. حكينا عن البلوبز اللي هو مجموعة الأشكال هاي ال 3D بنشكلها مع بعض لتكون لنا الشكل العام لل 3D. طبعا positive blobs add to the object, negative blobs subtract from the object. يعني إذا أنا عندي
الاوبجكت نفسه اذا انا ضفت له بلوبس فهو بوزيتيف بلوبس، ونيجاتيف ممكن نشيلها من الشكل. طبعا البلوبس هذول هو تقنية جيدة for object with soft edges، يعني البلوبس هذول الأشكال هاي البلوب مثل فقاعة، يعني مثل شكل الفقاعة، مفيدة للأشكال الهندسية اللي ما فيها حواف واضحة، يعني فيها منحنيات كتير وتدوير كتير، هي مفيدة إلها لموضوع البلوبس. أنا مستغرب الموديلينج، ما يعني ما ركز الكتاب عليها بشكل كبير مثل مو يعني هون مركزين عليها، جايبين كل الموجود بالكتاب حاطينها. طبعا الفورمولا موديلينج هو باستخدام موديلينج باستخدام أشكال معادلات رياضية، اذا طبقت رسم لي عده منحنيات بيطلع لي اشكال مثل ما ظاهر عندنا في الصوره، لكن محتاجه كتير معرفه وقدرات، يعني سواء برمجيه او رياضيه. اثنين، بعد الموديلينج مثل ما حكينا انه مشان اعمل شكل 3D، اول خطوه هو الموديلينج. الخطوه الثانيه هو السيرفيس ديفينيشن. السيرفيس ديفينيشن وير التكستشرز ار ابلايد تو ذا مودلز سيرفيس، يعني هذا هو السيرفيس ديفينيشن، انه انا طب هذا الشكل اللي انا حاطه وين بدي طبقه، على انه سيرفيس، على انه سطح، مثل ما بكون شايفين يعني احنا الشكل هذا العادي اساسا، طب انا اذا طبقته على الكوب او المج كيف بده يظهر؟ بيظهر بهذا الشكل. Miniatures of surface include wood, glass, metal, skin، يعني انه شو على انه، هل هو السطح بده يكون خشبي، جلاس، زجاجي، جلد الى اخره. can vary the appearance of surface with colors, opacity and reflectivity، طبعا كل سطح بيختلف عن الاخر بالسطوع وباللون وبدرجه انعكاس اللون. طبعا في الكاستم سيرفيس اللي هو نوعين، اللي هو الايمج مابس والبامب مابس، هذول النوعين ركز كمان نحفظهم. ممكن لك شو الكاستم سيرفيس، تقول له الانواع، تقول له الايمج مابس والبامب مابس. السينز كمان الخطوه الثالثه اللي هو السين كومبوزيشن. طبعا بعد ما تعمل السيرفيس، تختار السيرفيس، عملت الموديلنج، اخترت السيرفيس، اوبجكتس ار ارينجد، باك جراوندز انتروديوسد، environmental effect added and light established، يعني اللي هو مثل اخراج المشهد اخر شيء، انه انت كيف بدك تحط الاضاءه، هذا الشكل الهندسي صار عندك او الشكل الثلاثي الابعاد او هذا الشكل، بحط له اضاءه من هون، بحط مكتب تحته، خلفيه مثلا لون معين، يعني هذا هو اخراج السينز كومبوزيشن او السين كومبوزيشن. اوبجكتس ار ارينجد، يعني بشكل الاوبجكتس اللي عندي، العناصر اللي عندي برتبها بشكل معين، بضيف بعض الانفايرمنت مثلا خلفيه او الوان الجدار مثلا او الوان مثلا المكتب اذا هو على مكتب الصوره مثلا، ولايتنج استابليشد، يعني بضيف اضاءه من هون، بضيف اضاءه من فوق او من تحت، يعني حسب اخراج المشهد تبعي واخراج الصوره تبعي. كمان في عندنا اللايتنج، في عندنا الاومني لايتس اللي هو بيكون لايت بشكل هيك كانه مثل لمبه، ظاهر هذا اللايت من هذا الشكل، يعني شبه دائري. دايركشنال لايتس، سبوت لايتس، والفوليمتريك لايتس. خلينا نحاول اجيب لكم صوره عن كل وحده. هذا واحد شكل من اشكال تطبيق الاضاءه، لاحظ بهذا من برنامج مثل 3D Max او مثل ما كنتم شايفين بالصوره، بتحط الاضاءه من فوق مثلا وتسقطت الاضاءه بهذا الشكل. في عندنا كمان السبوت لايت اللي هو كانه سبوت عندك ظاهر، معروفه كيف اضاءه السبوتات بهذا الشكل، يعني تكون مسلط السبوت على اوبجكت معين، ممكن يكون من طرف واحد او من عده اطراف من فوق. كمان هاي فيها المزايا، هاي موجوده بالسوفت وير اللي عم نشتغل عليه. ممكن كمان اللي هو الدايركشنال لايت، كمان خلينا نشوف كمان مثال عنا اللايتنج، بتكون مثل يعني الاضاءه موجهه بخط معين، يعني
خلينا نشوف إذا شايفين الإضاءة بتكون، حزمة الضوء بتكون مسلطة على شيء محدد، يعني مو منتشر، مو مثل كمان حتى السبوت لايت، لا بيكون يعني أنت موجه الدايركشن لايت معين على مكان محدد. وفي عنا الفوليومتريك لايت، ما بعرف إذا ممكن نلاقي له مثال. يعني مثل ما كنتم شايفين، هو يعني عابر هيك من 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 نافذة أو شعاعي، يعني ممكن يكون مثل أشعة معينة ظاهرة. لاحظوا هون كيف الإضاءة ظاهرة، هي طبعا كلها هذا شكل 3D، معمول كله بال 3D. لاحظوا كيف الإضاءة مشغول عليها والأشكال الهندسية كيف معمولة. آخر خطوة اللي هي الريندرينج. الريندرينج هو a computer creates the scenes specified by the artist. يعني الكمبيوتر آخر شيء بينشئ لك المشهد اللي أنت أنشأته بالأساس واشتغلت عليه. two main approaches، في عندنا ال pre-rendering وال real-time rendering. ال pre-rendering used primarily for still graphics, animation and videos with limited interactivity. أما الريل تايم ريندرينج اللي هو يوزد هاي الانتراكتيف 3 دي ابلكيشن سوتش از فيديو جيمز. ببساطة انه هذا الريندر اللي بيستخدم انك انت بتعمل له ريندر للمشهد وما في حدا يتفاعل معه، يعني ما في مشهد، ممكن يكون صورة وممكن يكون فيديو معين وما في حدا راح يشتغل عليه، يعني ما في حدا حيتفاعل معه، ما في اني انتراكتيف بينه وبين المشاهد او اليوزر. بينما الريل تايم ريندرينج مثل الفيديو جيمز، اذا انا ضغطت يمين لا الشكل بده يصير هيك، ضغطت يسار بده يصير هيك، يعني بتتغير الاشكال بحسب التفاعل مع اليوزر. forms of rendering to create test scenes in 3D graphics، يعني عم بقول لك شو الاشكال او شو الـ 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 كيف ممكن انت تعمل ريندرينج. طبعا الريندرينج اخر شيء انه بعد الريندرينج بيطلع عندك الشكل، بصير جاهز للاستخدام. في عندك الواير فريم ريندرينج از سيريز اوف لاين يوز تو ديفاين ذا شيب اوف ان اوبجكت ويزاوت ديفاينينج اتس سيرفيس، يعني بس بهدمها اللي هو الواير فريم، اللي هي بس بتروح بتقوم بتشوف الشكل، الخطوط الخارجيه للشكل او كيف تشكيله من خلال الخطوط، وما بهمها شو السيرفيس. useful to test the basic geometry and placement of the of an object، يعني ما بهمني انا السيرفيس تبعه ولا الاضاءه ولا تبعه شو نوع السيرفيس، بهمني بس كيف اشكاله. انا بدي اعمل تيست فقط، تيست سين، يعني بيطلع لي بس الاشكال الخارجيه. مثل ما بتشوفوا اذا احيانا الميك اوف تبع مثلا فيلم معين بتلاقيهم معمولة بس فقط بخطوط، فقط قبل ما تتلون وقبل ما يحطوا السيرفس وبالكذا، هي فقط للتيست مشان نشوف نتأكد من مكان الأوبجكت، هل هو مكانه صحيح، أبعاده مظبوطة إلى آخره. كمان السيرفس ريندرينج ابلاي لايتنج، بعد ما نحن الخطوط هون حطينا الإضاءة، تمام، الإضاءة والظل. هذا هو يعني احنا اول شيء اللاين ريندرينج، شفتوا كيف الواير فريم هذا هو بهالشكل بس فقط خطوط خارجيه. اجانا السيرفيس ريندرينج بس انشانا الاضاءه والظل، صار في عندي اضاءه وظل. طبعا في عند الفلات شيدر، سموث شيدر، والفلات شيدر هاز imperfection but fast render process، يعني هدول انواعهم. السموث ريندر لا، عاد بيقول لك افضل كواليتي، بيركز على الكواليتي. راي تريسنج اللي هو تريس ايتش راي اوف لايت، يعني كل شعاع من الضوء، اند انتراكتس وذ ذا اوبجكت اوف ذا سين. وفي radiosity اللي هو بناء على المحيط العام للشكل. طبعا كل وحده الى يعني مزايا. احنا انا برايي يعني بس نحفظهم هذول ونحفظ كل واحد شو عم بيحكي، يعني بالنسبه لانواع السيرفيس ريندرينج.
اخر شيء الفاينل ريندرينج اللي هو اخر شيء بنضيف شو اسمه اللي هو ترانسليت 3 دي انفورميشن تو 2 دي ايمج. اخر شيء بيظهر عنا الصوره بشكل الاساسي بعد تطبيق السيرفيس وتطبيق اللايتنج اخر شيء، وبتطلع عنا الصوره بشكلها المطلوب ك يعني كمنشأ 3 دي. Final rendering translate 3D information to D image، يعني حولها من 3D information وطلعت كصورة ثنائية الأبعاد، لكن هي واضحة أنه هي كشكل ثلاثي الأبعاد. Rendering engine apply effect to finish the product such as shadows, reflections, bumps إلى آخره. وهي فكرة الريندرينج. الريندرينج بتطبق الأشياء المطلوبة إحنا، مثل الظل، مثل الإضاءة، مثل السطح، البامبز، اللايت. successful rendering requires processing power time. and طبعا الريندرينج ما له بروسيس بسيط، يعني لإنشاء الريندرينج بعد ما أنت تخلص تصميم ال 3D الشيب ال 3D وتقول له ريندر ويطلع كشكل 2D، يعني كصفحة ملف 2D أنت تشوفه كصورة أو كملف فيديو، هذا الشيء بيستهلك كثير، من محتاج باور عالي من الاجهزه، سي بي يو عالي، رام عالي، يعني الفيديو ريندرينج بيستهلك كثير من الجهاز. انا شايف كثير يعني اخذوا اكثر من لازم تفصيل بهذا المعنى. طبعا creating 3D graphics are powerful tools، يعني عم بحكي لك انه والله شيء مهم وشيء ممتاز انك انت تستخدم ال 3D. في عندك يعني 3D Studio Max، المايا، يعني اكيد عارفين انه اغلب البرامج هلا الافلام صايره كلها صارت تنشا على ال 3D. في عندك Second Life هي لعبه، والفيرتشوال وورد، هذول نوع من الالعاب او العالم الافتراضي كله معمول 3D، كله فيرتشوال مشان انك انت يعني تلعب او تتعلم او شايفين الجيمز، شايفين الافلام. ما في داعي نفصلكم اكثر بهذا الموضوع، عم بيعطيك شوية جايد لاينز، نصائح مشان تستخدم الجرافيك. ليش بدك هاي الجرافيك؟ أول شيء تحدد الجرافيك، بعدين تستخدم الفورمات الأفضل لها. هل أنت حتستخدم فيكتور ولا بيت ماب؟ ماتش جرافيك ديزاين تو بيربس، يعني ما تعمل الهدف، أنت إذا كان هدفك مثلا إعلان، يعني لازم يكون التصميم اللي أنت عامله يناسب هذا الإعلان. لوكيت جرافيكس، يعني حدد الجرافيكس اللي انت بدك اياهم. طبعا حافظ على الكواليتي، كمان كون اقتصادي، يعني ما تشوف، بدك تعمل حساب للطباعة بعدين والتكاليف. اورجنايز اند ستور جرافيكس فايلز فور ليتر يوز، يعني احتفظ بالملفات الأصلية. مثلا إذا كنت عم تشتغل تصميم فوتوشوب بس احتفظ بالملف البي اس دي، إذا عم تشتغل على الالستريتر تحتفظ بالملف اللي انت ممكن ترجع وتعدل عليه لاحقا قبل ما تعمل له ريندرينج ويكون يعني من الصعب التعديل عليه. بس هذا هو الشابتر الطويل والممل بصراحة، لكن فيها معلومات كثير، فيها معلومات كثير، وخلونا نركز عليها. إذا في أي سؤال راسوني، ويعطيكم العافية، بالتوفيق.